جاوبيني لاشوف انا هيك ربيتكن. بابا اهدى، هلا اختي مو قالت لك انه التقت بهالولد وهي طالعه من الجامعه؟ بس لانه نحن جيران وبنفس الحاره هي قبلت انها تركب معه. هي اخر مره بتطلعي معه سيلين، تقطعي علاقتك فيه بشكل نهائي. اذا بتشوفيه بالطريق بتغيري طريقك، عم تفهمي؟ هي اخر مره. شوفي ابوكي معصب كثير، الصبح اخذوا سيلين على المخفر كرمال يحققوا معها، هي وداني عاملين حادث وضربوا مره. هم مين فيكم بدي احمل؟ هم مين؟ امتى بدي موت واخلص؟ وقفي انا رح اشوفه. بابا بابا وقف شوي. بابا 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 اسمعني شوي قبل ما تروح. اللي لازم تعرفه انه اخر شي منتمناه بحياتنا انك تزعل منا او تحس بالقهر. انا بتخلى عن روحي حتى ما زعلك، صدقني. بس الحياة للأسف مو دائما بتكون مثل ما بدنا، احيانا بتصير معنا شغلات خارجة عن ارادتنا بتخليك تنقهر منا، بس اكيد نحن مو بقصدنا هالشي. بنتي يا عيوني، انا مشكلتي بضل خايف عليكن وبتسكر الدنيا بوشي اذا تأذيتو. بس الواحد ما بيكبر وبيتعلم الا اذا مرق بتجارب بحياته. جوري بس تصيري ام رح تفهميني اكتر. لك اذا بتتفركشوا بحجر بالطريق قلبي بيتقطع. مزبوط. انا لحالي كبرتكن صحيح بالقلة، بس بابا لا تحكي هيك، نحن ما كان ناقصنا شيء ابدا. تعرفي امنيتي بهي الحياة اني ارفع راسي فيكن وبنجاحاتكن، ما في شيء بيهمني الا مصلحتكن. طمنوني عليكن قبل ما الله ياخد امانته. بابا بترجاك لا تقول هالحكي، نحن ما فينا بلاك. işaretini ortadan kaldıracaktır. Panko Devlet dünyaya örnek olan tarım ve hayvancılık birikimini gelecek nesillere aktaracak artık. Tecrübeli mühendisler yetiştirmek için Konya'da Tarım Üniversitesi kurulacak. Şu an bir sıyır ver rahat. Sahayla, araziyle de buluşan bir... Leş takhartı. هلا قدرت اهرب. كيفك؟ صرت منيح لما شفتك. رايحه بكره على الجامعه؟ ايه رايحه. منيح، معناتها نلتقى بس تطلع. اتفقنا سيلين؟ ايه اتفقنا. سيلين يلا فوتي على البيت. بابا نحن كنا يعني. لا تكملي، يلا فوتي على البيت. انت طلعتي سبب كل مصيبة صارت معنا، بس ماني متفاجئ. اعملي يلي بدك يا، ما رح تفرقينا انا وسيلين لانه علاقتنا قوية. عن قريب رح احكي مع ابوكي ورح قله اني طالب ايد سيلين بنتك للزواج، وبوعدك انك ما رح تقدري تمنعيني. انت هيك مفكر بتشوف. ضربتها بالسيارة. إيه؟ هلأ وضعها عم بيتحسن يوم بعد يوم، حتى الدكتور عم يفكر يطالعها من العناية المشددة، هيك عم بيقلي عمي. فرحتني داني، هي أخيرا خلصت. صدقيني طاير من الفرح سيلين. هلأ بس تطلع هالمخلوقة من العناية رح نقعد ونحكي معها ونحاول نتفق على حل، وبلكي بتسحب الدعوة اللي رافعت علينا. إن شاء الله ما تطلع لنا شي مصيبة جديدة ونخلص. يعني ما بعرف شو بدي أقول، فرحتني كثير عن جد، طاير عقلي بهالخبر. بصراحة في شغلة تانية لازم أحكيها أنا وياكي سيلين، بس لا تعصبي من اللي رح اقوله. ايه انا بعرف منيح انه يولا بتكون اختك، بس انا بحياتي ما حسيت انكم بتشبهوا بعض. يولا مو ناوية على الخير، بدي اياكي تنتبهي منها قد ما فيكي سيلين، ماشي؟ صار شي انا ما بعرفه؟ ليش عم تقول هالحكي هلا؟ يلي خبر الشرطة عني يولا، انا متأكد من اللي عم بقلك اياه. باليوم اللي اجت فيه الشرطة واخدتني كانت يولا عندي. بابا
طالبيننا فورا، صار حادث سير وفي كتير مصابين. ما في غيرنا بالعناية المشددة؟ اتصلت بنورهان تقعد مكانك، يلا استعجلي. طيب. اعملي اللي بدك يا ما رح تفرقيني انا وسيرين لانه علاقتنا قوية. عن قريب رح احكي مع ابوكي ورح قل له اني طالب ايد سيرين بنتك للزواج، وبوعدك انك ما رح تقدري تمنعيني. والله لخليك تندم على كل شيء. بتشوف طالب خانم، هذا ظرف لحضرتك، تفضلي. بعرف انك قتلتي وفي بايدي دليل قاطع بيثبت هالشي. اذا ما حولتي المبلغ اللي طلبته على رقم الحساب المكتوب قبل نهاية الدوام. منى تاي، مين جاب هالظرف؟ موظف شركة التوصيل اللي منتعامل معها بالعادة. لكن هلأ روحي اتصلي بالشركة فورا وافهمي منهم مين اللي اعطاهم هالظرف. استعجل. طيب بأمرك يا خانم. شو مكتوب إليلي بسرعة؟ ما بتوقع نطلع منها. هلا شو بدنا نعمل؟ ما بعرف شو بدنا نعمل، بس نحن لازم نضل هادين ولازم انه نفكر بطريقة تانية. ما ضل عنا ولا اي طريقة يا توليب. الوضع عم بيسوء، هذا حاصرنا من كل الجهات ليخوفنا، ما بسمح له. انا برأيي اني ما ابعت له المبلغ، ما عندي حل تاني. استني دقيقة جاهدة. توليب خانم، حكيت مع الشركة قالوا انه المرسل طلب منهم انه يستخدموا اسم توليب سباهي كمرسل. ما فهمت، بس هذا كل اللي قدرت اعرفه. طيب يسلم، فيكي تطلع. بأمرك يا خانم.